للصمت غايتين، الأولى هي التعالي على التفاهة المطروحة، والثانية حينما لا ترى جدوى من الحديث. يحدث أحيانا أن تدفع الثمن مرتين، مرة للحصول على الشيء وأخرى للتخلص منه. إذا استطعت أن تخدع إنسانا فهذا لا يعني أنه أحمق، وإنما يعني أنه وثق بك بأكثر مما تستحق. ثلاثة، إذا تكلموا أمامك انصت لهم ولا تقاطعهم ولا تعقب بسوء. الوالدان والطفل والمهموم، لأن قلوبهم هي الناطقة. لا تأخذ الناس على محمل الجد، لا تأخذ الحياة على عاتقك، ولا تبالغ في عاطفتك، ولا ترضي أحد رغما عنك. عندما رأيت أن الصدق يغضب بعض الناس تعلم الصمت، لأن الصمت حكمة. يتحدثون عنك بالسوء وبعدها يجالسونك ويبتسمون في وجهك، ممثلين المحبة. هؤلاء أقذر الناس. لا تؤلم نفسك بكثرة التفكير. لماذا قالوا؟ لماذا فعلوا؟ ثق بربك ثم بنفسك. هم بشر فليس لديهم سوى الكلام. مهما وثقت بالناس، اترك أسرارك لنفسك. لو حسيت ان انت متضايق ومخنوق من كل حاجة وعندك حاجات كتير حلوة ومش حاسس بيها، قول الدعاء ده. كل حاجة هتبقى حلوة قدامك. قول ورايا: اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي. آمين يا رب العالمين. كلما تأخر عليك شيء وطال انتظارك، استبشر خيرا سيأتي أجمل مما تتخيل، لأن ربك لا ينسى. كلما زاد نضج الإنسان، كلما قل عدد من حوله من الناس، فالعقل الناضج لا يتحمل المجاملات. لا تجعل طيبتك كتابا مفتوحا، فهناك أشخاص لا يستحقون حرفا منها. الرجل الذي يريد المرأة ملاكا، عليها أن يكون لها جنة، فالملائكة لا تعيش في الجحيم. لا تكسر من الشكوى فيأتيك الهم، ولكن اكسر من الحم فتأتيك السعادة. أوجعتني الطعنات ممن وثقت بهم، واكتشفت أن الوحدة أجمل، وأن الصمت أرقى، وأن الكتمان يحفظ. عندما تتحمل شيء فوق طاقتك، فمن الطبيعي أن تتغير شخصيتك وأيضا نفسيتك دون أن تشعر. لا تجعل طيبتك كتابا مفتوحا، فهناك أشخاص لا يستحقون حرفا منها. كلما زاد نضج الإنسان، كلما قل عدد من حوله من الناس، فالعقل الناضج لا يتحمل المجاملات. لا تثق بمودة أحد حتى ترى موقفه منك أيام الشدة. لا تثق بمن لا تعرفه حتى تعرفه.
الطيبون كلما أرادوا أن يصبحوا سيئين فشلوا، لأن بداخلهم ذرة صغيرة تسمى الضمير. الاحترام هو أجمل هدية يقدمها الإنسان للناس. الأدب لا يباع ولا يشترى، بل هو طابع في قلب من تربى. إذا كان لديك عينان فلماذا ترى الناس بأذنيك؟ عامل الناس بما ترى منهم وليس بما تسمع عنه. علاقتي مع الناس كأوراق الشجر، من يبقى يثمر ومن يسقط لا يعود. هناك بشر يحتاجون إلى عمليات تدمير داخلية مثل تكبير القلب وشفط الحب وإصلاح النية وإزالة الشر من نفوسهم.